بيبي ما قلتليش عملت ايه في رحله اسكندريه اللي قلتلك عليها امبارح؟ بالنسبه لرحله اسكندريه انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص، يعني عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام، حوش اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات. يعني برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. قرار، خدت قرار. اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات، وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، انت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق، ما ده وضع طبيعي. بتريق، ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى، رجل من العصر الحجري؟ طبعا، لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع ليه سيده المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بص يا رانيا، بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لا بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي، بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل، على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه اللي انا بهرب منها يا هانم؟ انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه في الدول الاوروبيه؟ بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي، انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي يعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل، بالانتخابات بيختاروه هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا، الكلام ده بيعملوه في اوروبا لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي يعني. انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزاك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامي؟ يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما. انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياة ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات، انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف، بقول لكم ايه، ما تكبرهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول، عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد، انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات، داخل الانتخابات. اوكي، هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي، بعد 3 ايام واحضر الحمله الدعائيه بتاعتي، وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه، ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك، اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما، انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات، وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي، هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا، يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي، انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه والافرو اسيويه.